الشباب هسه رايحين على المدرسة، طول المدرسة ما شاء الله ما شاء الله. يا وقعتك هاي هسه بنعمل لقاء صافحي حافي مع الدكتور يزن. السلام عليكم. لا لا عشان صحتك، اليوم عندنا كراز يا الفايروس، حطوا القمامات وين انتم تروحوا حتى على المدرسة، ولا حيكون فيروس ولا شيء. مع السلامة. جزاك الله خير. الآن مع اللقاء مع الدكتورة عائشة. السلام عليكم. دكتورة الأسنان. دكتورة الأسنان طبعا مش لابسة كمامة لأنه طالعة تعمل رياضة، ما فيش مشكلة. الآن مع الشيخ محمد نور، صديق الشيخ أحمد مسجد القسام. السلام عليكم. طبعا هذاني.